نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القافلة فيها صيدلية متكاملة لجميع انواع اصناف الادويه اللي موجوده في بيحتاجها العيادات التخصصيه اللي موجوده معانا. موجود معانا كمان معمل تحليل فيه جميع التحاليل اللي بيطلبها العيادات التخصصيه، جهاز اشعه اكس راي للكشف على العظام والصدر. القافله هنا بتقدم خدماتها في هذه القريه لمده يومين. بنسعى ان احنا نقدم خدمات القافله بذات جوده عاليه عشان نحقق رضا المواطن عن الخدمات اللي بتقدمها القافله بالمجان تماما. القافله من ضمن 8 قوافل بتتعمل كل شهر في إطار حياة كريمة في المبادرة الرئاسية لوزارة الصحة، مشتركة فيها مع مؤسسة حياة كريمة في عمل خدمات طبية للأسر المحتاجة والأكثر فقرا واللي ما بتقدرش تروح زي ما احنا عارفين للمستشفيات القريبة، والمستشفيات بتبقى كبيرة جدا وبتخدم ما بين 1000 إلى 2000 حالة كل قافلة في اليومين اللي بتقعدهم، بتخدم 2000 حالة في اليومين دول.